ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور محمد صادق إسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور أهلا بك، ويعني جلسة وزارية اليوم لمجلس الأمن الدولي وأيضا جلسة مرتقبة للأمم المتحدة بعد غد، هل نتوقع جديدا من خلال هذا الزخم؟ بعد التحية طبعا، هذه الجلسات هي جلسات مناقشة، بمعنى انه سيتم خلالها مناقشة الاوضاع في فلسطين ومناقشة ايضا التطورات الحاصلة سواء على المستوى الانساني او على المستوى العسكري. لكن انا اتوقع طبعا الا يكون هناك اي جديد، خاصة ان الولايات المتحدة الامريكية دأبت على استخدام حق النقض الفيتو ضد اي قرار يدين اسرائيل او حتى يسعى للاقتراب من اسرائيل. فأنا أعتقد طبعاً أن هذه الجلسات ستكون جلسات يمكن مكاشفة ومصافحة ما يتعلق منها باستعراض الرؤى العربية، خاصة طبعاً من قبل الوزير سامح شوقي الوزير الخارجية المصري، إضافة إلى وزراء الخارجية العرب، طبعاً إضافة إلى الدول الأخرى التي سعت خلال الفترات الماضية لإدانة إسرائيل مثل روسيا، لكن تعطل القرار من خلال الولايات المتحدة الأمريكية. لابد أن يكون هناك حل دولي أيضاً لهذه الأزمة، ونعتقد أن الطروحات التي بدأت في قمة القاهرة للسلام التي عقدت في مصر واستمعنا إليها جميعاً واستمعنا أيضاً للآراء التي يمكن اختلفت في التعاطي مع هذه الأزمة، لكن اتفقت على أن حل السلام لابد أن يكون شامل في منطقة الشرق الأوسط باعتباره الحل الوحيد والملاذ الآمن كما يقال للتعايش السلمي ما بين فلسطين وبين طبعا كيان الاسرائيلي. فانا اعتقد ان كل هذه الامور ستطرح في هذه الجلسه، سواء جلسه مجلس الامن اللي اشرنا اليها او جلسه الجمعيه العامه. لكن طبعا انا اتوقع في مجلس الامن لو تم تصعيد الموضوع للتصويت عليه في مجلس الامن طبعا ستستخدم الولايات المتحده حق الفيتو، لكن الجمعيه العامه طبعا تكون جلسات مناقشه عامه فقط لا غير. فانا اعتقد ان لا جديد في مجلس الامن او في الجمعيه العامه. نعم دكتور محمد، يعني برأيك ما السبيل إلى التوصل إلى آلية ملزمة لإسرائيل لوقف إطلاق النار بشكل مؤقت وتفعيل القانون الدولي الإنساني بعد كل هذه الصور المفجعة من قطاع غزة نتيجة كل هذه الغارات الكثيفة بشكل يومي وعلى مدار الساعة منذ 18 يوما وحتى الآن؟ طبعا هناك اكثر من عامل من الممكن ان يؤدي في النهايه الى مساله قبول اسرائيل لهدنه مؤقته. ما يتعلق منه اولا بالطرف الخارجي، اتحدث عن الولايات المتحده الامريكيه التي بدات بعض مصالحها في المناطق العربيه تتعرض لمخاطر وتهديدات نتيجه الموقف الامريكي الداعم بقوه لاسرائيل والمستفز للشعوب العربيه والاسلاميه وايضا الشعوب العادله في العالم. هذا من جانب. من جانب اخر ما يتعلق منه بمساله الاجتياح البري او الضربه البريه التي تعتبر اسرائيل تدشينها، وانا اعتقد ان هذا سيكون مستنقع لن تخرج منه اسرائيل ابدا. لن نتحدث عن حوالي 300 كيلو متر مربع يقطن بها 2.5 مليون نسمه، كيف تعاني اسرائيل داخل هذه المنطقه، اضافه طبعا الى الاطراف الخارجيه الاخرى مثل روسيا والصين. لابد من الضغط ايضا على الطرف الاسرائيلي، ناهيك طبعا عن مساله هامه جدا وهي العلاقات العربيه الامريكيه، لابد ان نستغلها خلال الضغط الامريكي ايضا لتدشين ما يعرف به هدنه مؤقته. ما اشكال هذه الاوراق التي يمكن ان يضغط بها العرب على إسرائيل؟ أعتقد طبعا الورقة الاقتصادية باعتبارها الورقة الأولى التي نملكها للضغط على إسرائيل من خلال علاقتنا مع الدول الخارجية، أتحدث عن الصين، أتحدث عن روسيا، أتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتحدث أيضا عن العلاقات المباشرة ما بين بعض الدول العربية التي سعت لإقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي. لابد أيضا أن تمسك ببعض الأوراق الهامة مثل الأوراق الاقتصادية، إضافة طبعا إلى مسألة حتى التهديد بتأزم هذه العلاقات في حال استمرت إسرائيل في أنادها وفي أيضا استهداف المدنيين. لا يمكن ان نقبل بكل هذه الامور التي استهدفت اطفال واستهدفت نساء 30% من البنيه التحتيه. دكتور اشرت حضرتك الى يعني وجود مظاهرات في العالم العربي وعلى مستوى العالم، مظاهرات شعبيه، حركه احتجاج واسعه النطاق لادانه ما يحدث في اسرائيل. هل برايك هذه الاحتجاجات خاصه في الدول العربيه يمكن ان تدفع خلال يعني المنظور القريب ب يعني ان تاخذ هذه الحكومات خطوات فاعله نحو الضغط على إسرائيل بشكل فاعل؟ أعتقد نعم، لأن طبعا الضغوط في الشوارع العربية ضغوط قوية جدا، وأيضا الشعوب العربية أصبح لها صوت، وأعتقد أن حتى أحداث يمكن 2011 في بعض دول العالم العربي أثبتت أن الشارع العربي من الممكن أن يغير توجهات الحكومات. فأنا أعتقد طبعا أن من الممكن الضغط على بعض الحكومات في العالم العربي لاتخاذ موقف أكثر صرامة مع الجانب الإسرائيلي، وأعتقد طبعا أن ما يحدث حاليا من ضغوطات أعتقد أنها من الممكن أن تؤدي إلى ثمار، لكن نتمنى التعجيل لأن طبعا كل يوم
تسقط أسرى ويسقط أيضا قتلى من الأطفال والنساء في الأراضي المحتلة في غزة وما إلى ذلك، نتيجة طبعا استمرار عدوان غاشم على الأبرياء بدون أي ذنب وبدون أي جرم سوى أنهم مواطنين فلسطينيين. ما رأيك بسيناريو توسيع نطاق يعني الحرب الدائرة الآن؟ هل يمكن أن تتسع لتشمل دولا أخرى في المنطقة برأيك؟ هل هذا ممكنا؟ اعتقد من وجهه النظر العسكريه ان اسرائيل ليست في حمل ان تتسع نطاق الحرب لتشمل دول اخرى، بمعنى ان اسرائيل حاليا في المنطقه الحمساويه كما يقال لم تستطع حتى الان ايجاد حل، نرى ان هناك العديد من القتلى الاسرائيليين، نرى يوميا هناك قتلى من الجانب الاسرائيلي، اضافه طبعا الى ان ثلاث وزراء في الحكومه الاسرائيليه ينوون تقديم استقالتهم، نتنياهو في أسوأ موقف له منذ يمكن انشغاله بالسياسه، فنعتقد ان كل هذه الامور توحي ان اسرائيل غير قادرة على 300 كيلومتر مربع فقط في حماس، فنعتقد ان لو تم توسيعة جبهة اخرى في الشمال، اتحدث عن حزب الله تحديدا، اعتقد ان درس مزارع شبع 2006 هو حاضر بقوة في الذهن الاسرائيلي، وبالتالي طبعا حزب الله سيؤلم اسرائيل لو فتح جبهة معه في منطقة الشمال، اضافة طبعا الى مناطق اخرى، فنعتقد ان الامدادات اللوجستية ستصل الى حزب الله، وبالتالي طبعا تستهدف قلب تل ابيب نفسها، مما سيؤثر على الامن الاسرائيلي الذي تأثر بالفعل، الدليل على ذلك ان العديد من مواطني الكيان الاسرائيلي رحلوا عن المخيمات سواء المخيمات الخاصه على يمكن المناطق المحاصره لغزه او المناوئه لغزه او المناطق حتى اللي كانت على الحدود اللبنانيه. شكرا جزيلا الدكتور محمد صادق اسماعيل رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه، كنت معنا عبر الهاتف.